في هالفترة من السنة وتحديداً بهي الأجواء الصيفية بتكتر المعارض وبتكتر الفعاليات البازارات وتحديداً على الحرف اليدوية والتراثية. يعني اليوم عم نلاقي كتير معارض وبازارات منير. صح. عم تحكي أكتر شيء عن الحرف هي وحتى ما تندثر أكتر وقديش مهمة اليوم الأعمال اليدوية. صحيح، قدي مهم شام اليوم نركز على التراث اللامادي خاصة اليوم بمهرجانات ومعارض بظل هاي الظروف والأمور كلها اللي عم نتابعها، وقدي مهم اليوم أيضا نسلط الضوء شام على هذا التراث. صحيح. اليوم رح نحكي عن حرفة مهمة جدا كان إلى أثر بصناعة تصاميم وأشكال دقيقة وجميلة جدا، التطريز والنول. أكثر عن هاي الحرفة من معلومات رح نتعرفها مع ضيفتنا شام اللي صارت معنا داخل الاستوديو. أهلا وسهلا فيكي طبعا الحرفية مديحة النعمة، شرفتينا ونحن لنا الشرف كمان. أهلا وسهلا فيكي معنا أستاذة مديحة. اليوم بدنا نحكي أكثر عن آلة النول، هل ما زالت اليوم موجودة بالتراث اللامادي؟ للأسف يعني أنا من حمص، مدينة النول كانوا يسموها مدينة النول وما عاد في نوال، خلصت النوال من حمص، منبع حمص. ايه، وانا بس من اتحاد دمشق، سكان دمشق، وللاسف يعني نحن هالمعاناه اللي صارت بعد الحرب اكلت كل شيء في حرفي واكلت النوال، ومن قبل كان في تدهور طبعا بالوضع. طيب انت اليوم كيف بلشتي؟ مين كان السبب؟ اليوم انت كاني سمعت انه اجدادك او حدا كانوا مبلشين بهذا الموضوع، فانت هلا نحن بالبيت مربعين، يعني التيتا كانت خياطه ودائما متعودين على شوفه الخيطان والقماش وهيك، وانا بالبيت بشوف مثلا مثل هيك القطع عنا بالبيت بسالهم شو هذا، يعني شو شغل هاي؟ قال بيقولوا نول، فانا من يعني قطعه جميله وهيك تميت شلون النول وما نول، طلعت يعني انه بدك تسطر. بديت بدايه وقت انا اصغر من هيك بلزق الخيطان، اعمل سدي لحالي انه لزقوا تلزيق الخيطان بالطاوله وبلش اشبكهم يعني، وبعدين اتطورت القصص وبهذا الشيء وصلنا لهذا الوضع اللي نحن فيه. حلو كثير. طب بدنا نعرف اكثر عن آلة النول تحديدا، خصائصها وطبيعه عملها كيف؟ هلا آلة النول آلة إبداعية الحقيقة، نحن لو في كل بيت بنحط هذا الآلة بحجمها المختلفة بأشكالها المختلفة، أنا بتخيل التوتر كله اللي بيروح من البيت. وأنا بأكد هلا نحن من هالمنبر الحلو مع حضرتكم إنه لأطفالنا كثير مهم يشيلوا الموبايل ونرجع لآلة النول. أهميتها إنه هي أول شغلة إنه بتعطيك منتوج حلو، بعدين تكرار النول يعني جاي من المنوال، تعمل على نسق تمام نماذج وتكررها بهالشكل بيطلع معك منتوج حلو. وهيك بالنسبه لانتاجيتها بتختلف كمان حسب ما بتسدي، مد السدي هو مد الخيوط الطوليه، بس تيجي تحطها تشبكها باللحمه بصير هلا النسيج عنا كامل. فهذا اذا طيب قد ايه اليوم هاي المنتوجات اللي عم نحكي عنها يمكن اي حدا بيشوفها بفكرها سهله، هي قد ايه صعبه وقد ايه بتاخذ وقت؟ هلا الوقت طبعا حسب كبر القطعه تمام وصغرها. ثاني شغله في هلا انا ما بحب صعب الامور، بالعكس انا اخذت النموذج الاسهل جدا للنول تمام. حتى العالم ما يقولوا هاي الآلي يا لطيف اللي بتاخذ محل بالبيت بدها غرفه بدها جهد، حتى النوالي مطواي يعني بيتموا بيجعون ركبهم، يمكن انه بيطلعوا على شكل الاله بفكروها صعب انه في كثير خيطان وخشب وتحريك فهي لكن يعني يمكن هي صعبه كثير، هي بحاجه لقوه بدنيه فينا نقول بحاجه لعضلات يعني الحقيقه. هي كيف كان عندك القدره انه تشتغلي فيها لهي المهنه؟ ما تعبتك؟ ايه طبعا تعبتني، لكن في شيء ما بده تعب، واخذت من جهد يعني جهد عضلي وجهد ذهني وفكري كل شيء. نحن انا طلعت من آلة النول الضخمه، يعني انه نحن الهيكل تخلصت منه، هذا بعد ما صرت التدهور اللي وصل له حرفه النول وحياكي انه ما عاد فيه وهيك، فانا لازم نعمل شيء، لازم نطلع بقصه يعني انا نحيي النول. اشتغلتي شيء جديد؟ احييتي شيء جديد؟ طبعا. هي تعمل على صناعه سجاد وفينا نقول
سوري منك عفوا يعني السجاد الصغير فينا نقول السجاد الصغير فينا نقول اللي هو البساط مثل... البساط البساط تمام لانه السجاد له نول مختلف ونحن حياكه البسط الى نول وهدول كمان الى نول يعني القطع الترابيزات بيحطون على تمام اليوم النول مش ما في بيت سوري مو موجود صحيح. يمكن هي موجوده عنده هذا هو الرابط بين الكل اذا اساسيات المنتوجات النول اليوم بشو بيدخل النول كصناعه في انا يعني بالنسبه للمنتوج تبعي اللي انا عم طلعه عم طلع البساط عم طلع اللوحه الجداريه عم طلع الشالات عم طلع حتى للترابيزات كمان عم طلع شيء كمان مثل اكسسوارات للاحذيه تمام اكسسوارات لللبس كمان يعني هل هي بالنسبة لحضرتك هي مهنة ولا لا؟ هي فقط عن حب أختي وهواية وبتشتغلي بس يجي عبالك؟ أنا نول أنا بيقولوا لي أم نوال عندي نوال مختلفة طبعاً نحن أنا النول هيك مهنة مكان مهنة يعني اليوم أنت بس تشتغلي غرض بتبيعي؟ حسب المعرض يعني أنا ما بشارك إلا بمعارض الاتحاد دائما مشكور على دعوتنا وهلا مدعوين كنا كمان بالقلعة بنشكر كمان المكتب الإقليمي نحكي عنهم يعني للمشاركة هلا حابين نحكي عنهم تحديدا بما أنه قد عم تساعدك هي البازارات والمعارض والفعاليات أنا ما بشارك بازارات أبدا أبدا طب كيف بدك تعرضي منتوجاتك؟ ما في مجال إلا الدعوات اللي بتتقدم لي من الاتحاد الحرفي يعني القطعة غالية على قلبك غالية ومثل يعني واحد بيتعبه كأنه مؤلف شي كتاب كأنه عم يربي ولا أنا معك أنه هي غالية عليك من هذا المبدأ ولكن مبارك من قلبي للي بياخده وبيقتنيه تمام طب اليوم أنت بهي الحرفة اليوم إذا ما كان فيها إنتاجية كيف بدك تستمر اليوم؟ أنا قصدي أنه كبازارات يعني أنه أنا موجودة وموجودة منتجاتي فرجيهم للناس البازارات بدها دفع كتير يعني نحن ما بنقدر أنا حرفية وإنساني بسيطة بتطلع مثلا بدي روح أدفع للبازار ما بقدر هيك يعني أنا صعب ماليا هلا انا ممكن البازارات مو كلها بانك انت كلها تكوني موجوده يمكن موجوده انت كخدمه للبازار يعني عم شوف في بازارات ايه بس ما بيعتبروا هني خدمه هني بيعتبروا انه انا عم سوق لك منتوجك وانه كذا فانا بسوق منتوجي انا بعرف كيف عم تتم عمليه تسويق المنتجات من خلال المعرض من خلال انه نحن حدا بتواصي مثلا بدنا كذا بدنا ايه وبس امتى بتشتغلي نول؟ بشتغل نول من الصبح للمساء من الصبح للمساء بس تكوني فرحانه بس تكوني مثلا معصبه في كل الاوقات في كل الاوقات ايه قديش متعلقه فيها للمهنه وقديش بتحبيها؟ كثير كثير لانه اذا بتحكي بحكي لك انا كيف الظرف صار بعد الحرب يعني انا طلعته من مثل ما قلنا الغرفه المعتمي اللي بيتمثبت باجري بقلب الارض أمام. وما بيصير يتحرك طلعت وسويت له جناح طب اليوم جربتي انك انت تروحي على التكنولوجيا شوي يعني يتعلق بترويج عملك مثل فيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي وانا عندي صفحه هذا شغلي ايه انا عندي صفحه لا ربحيه ولا بتاجر من خلالها تعرضي فيها بس اعمالي بس بعرض المشاركات اللي انا ليه غير ربحيه ما يعني انا هيك ستايلي كثير ضمن الحرفه هيك فانا اذا بدي كادر يشتغل معي يعني هذا التسويق بده حدا يشتغل فيه فانا ماني متفضله لاني اقعد على الكمبيوتر حابه تستمري بهي المهنه انا مستمره بس ما حكيت لكم كيف طلعت النول شلت الآلي صاروا 4 خشبات بس تمام يعني نحن انت مثل ما صار له جناح صار يطير يقعد بالجنين يقعد بالقلعه يقعد بالبيت يقعد باي مكان ايه يعني وحتى مو بس هيك البسامير اللي كانت تعطي تقل له فرغناها صار اماكن لسدي وصار حتى الاطفال وذوي الاحتياجات قادرين يحملوا والستات كمان وطبعا الشباب انا بشجع لانه قدره الشاب اسا اكثر من قدره طاقه العمل الانتاجيه تبع الشاب اكثر من الانثى
فأي حدا أنا بشجعه أنه يكون. أعطيتي كثير من وقتك وفينا نقول حياتك وجهدك وتعبك لآلة النول، هي شو قدمت لك؟ شو بتحسي قدمت لك؟ وقت أنا بكون فرحانة بشوف حد عم يفرح معي، أنه الخشبات صار يعني عم تعطيني منتوج، وقت بيجي حدا بيشتري هالمنتوج أو بياخده هدية لنفترض أو أي طريقة أو وقت انحطت بالبيت وزينت المكان، شقد أعطتني سعادة؟ أعطتني سعادة كتير، صنعت فرح بقلبي وبقلب غيري. صحيح. ونفس الشيء وقت أنا عم بكون في ستريس ولا ألم ولا قاعدة تتحول لأفكار، كله صارت انسابت على هالنول. يعني أنا في عندي لوحات أنا بتطلع ارتجالي كلها، ما في إنه أنا والله عندي يا ناشفة قطعة ناشفة، ما بنزل أفكاري ومن خلال الألوان اللي بدمجها على الناس. مع إنه اللوحات يعني ما أنا سهلة أبداً. إيه؟ هي فيها في شيء من الفسيفساء وإنك أنت تدخلي خيوط بتعملي هاي الرسمة الصعبة جداً. إيه كله بينزل. قديه عم تشوفي إقبال اليوم على الموضوع؟ الناس الإقبال عم شوفه من محبتهم، ولو في يعني يا رب تنتهي هالحرب حتى نعرف نستقر نشوف حالنا بطريقه ثانيه. الاقبال موجود، يعني الناس القدره الماليه اللي تبعتهم ما عم بيقدروا، يعني ما بدي ادخل بهاي، انا بقول يا رب تفرج على هالبلد وتفرج على الناس وهيك. امين يا رب. نتشكرك استاذه مديحه، شكرا لروحك الحلوه ويعطيك العافيه. وشكرا لكم، وبشكر كل حدا بيدعم من الاتحاد، حتى الاتحاد المكتب الاقليمي. هلا هاي المعرض اللي عملنا اياه حلو كثير، انا بشكر كل حدا بيدعم الحرف اليدويه واخص بالنون. وسهلا. شكرا لكم.